جزيلا، نواصل معكم هذا المد الحوى المباشر. أما الآن في هذا التقرير نتناول تفاصيل مختلفة عن خلاوة الشيخ طاهر. بوجه مشرق وصبوح أطلت علينا شمس ذاك اليوم، وكأنها توقن بشرف المقصد المبارك وطيب المسعى الجليل الذي ننوي التوجه إليه والعزم نحوه. إنها خلاوة الشيخ طاهر أبو بكر ومركزه القرآني، تلك البقعة التي كانت قبل سنوات خلت مطوية في عالم المجهول والنسيان، فأصبحت بقدرة الخالق وعزم الشيخ طاهر بؤرة إشاع طاهرة للدين والنور والقرآن. ومثلت دعوة الشيخ علي بيتاي حركة دينية لبعث تعاليم الإسلام في وقت كثرت فيه البدع وتفشت الأمية الدينية وصدأت القلوب بالغفلة عن ذكر الله. إذن هذه خلاوة شيخ طاهر ومركزه القرآني بالضفة الغربية لنهر أدبرام محلية الدامر، تمضي في رسالتها بخطوات واثقات وفقا لمنهج خلاوة مشكوريب بشرق السودان الذي حققت به الانتشار بأكثر من 40 خلوة ومركزا قرآنيا بولاية نهر النيل، وخرجت منها أكثر من 400 حافظ لكتاب الله الكريم. وتقول الروايات إن خلاوة الشيخ طاهر أبو بكر كانت قبل 3 عقود فلاتا ووطنا للجن وبيداء قاحلة، يتمكن الخوف والوجل من قلوب من يفكرون مجرد الاقتراب منها ناهيك عن عبورها. يساتر للقرآن دائما ناشر شيخنا طاهر تاني رب الغافر تقوى ودين له بادر شيخنا عابد شاكر بين الناس واضح ظاهر شيخنا طاهر لله ساير في حق الله ناهي وامر دين مجاهر ليل ونهار ساجد شاكر شيخنا طاهر تاني وصادر. الحياة هنا في هذه البقعة الطيبة الطاهرة طهر ونقاء الشيخ طاهر أبو بكر تبدو سهلة وميسورة في إيقاعها اليومي، وعميقة ومعتقة بأسرارها وفيوضها الروحية وأبعادها النورانية، وهما جذب إليها الباحثين عنها من داخل وخارج السودان. أما الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي عادة ما يتبعها الناس في المناسبات المختلفة فلا تجد لها مكانا وأنصارا في خلاوة الشيخ طاهر، لأن الاحتكام للكتاب والسنة يتم الأخذ والاهتداء به والرجوع إليه في كل تفاصيل الحياة. وإن كانت ذاكرة التاريخ السودانية تحتفظ بألوان عظيمة ومتجددة على مر العصور والأزمان لبعض البيوتات الدينية والسجادات القرآنية والصوفية بولاية نهر النيل في إذكاء نار القرآن ونشر وبعث تعاليم الدين الإسلامي، فحتما سيكون لمركز الشيخ طاهر وخلاويه القرآنية مكانا وحيزا مقدرا فيها.